هذا هو الشعب العماني الذي راهن النبي صلى الله عليه وسلم على أخلاقه إلى قيام الساعة. اليوم أخلاقهم طود أشم، العالم كله يخطب ود العمانيين، حكمتهم وفطنتهم ودهاؤهم وذكاؤهم الذي كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل حين بعث عمرو بن العاص الآن يتبين وإلى قيام الساعة. ما من أمة من الأمم في هذا العالم إلا وتأتي إلى عمان تطلب مشورتها ووساطتها وسياستها وحنكتها وأخلاق أبنائها، وأنتم تسمعون وتقرؤون في وسائل التواصل الاجتماعي من مدح غير العمانيين لأهل عمان، ومن الوسطية والاعتدال. أكل هذا كان النتيجة بين عشية وضحاها؟ لا، لم يكن بين عشية وضحاها، إنما كان بناء فوق بناء، لبنة فوق لبنة، جيلا يبني ثم يكمل الجيل الذي يليه. فلذلك على الصرح وشاد. وفي مجال مجاهدتهم لمن يتربص بالإسلام والمسلمين أيضا حدث ولا حرج. هذه القوة الضاربة بأعماقها في مجابهة من أراد بالإسلام والمسلمين شرا، أوصلوهم إلى ماذا؟ وصلت سفنهم وطرد البرتغاليين أقرب مثال على ذلك. إلى أين؟ إلى أن أخرجوهم من المحيط الهندي بأسره. كل ذلك ماذا؟ محبة للدين الإسلامي الحنيف ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن ننشئ أبناءنا على هذه المحبة. المحبة هي الأخلاق، المحبة هي التحلي بصفات النبي صلى الله عليه وسلم وبأقواله وبأفعاله. محبة النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نتبعها وفق ما أراد الله تعالى ووفق ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن تكون لقلقة وشقشقة باللسان. ولو سئل يعني أشخاص عن محبة، نعم نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أفعالهم مغايرة عن ذلك. أو من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يظلم المسلم أخاه؟ أمن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتدي الجار على جاره؟ أمن محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن يهتك المسلم عرض أخيه؟ أمن محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل المؤمن أخاه وأن يقتل المسلم أخاه؟ هذه هي محبة النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بدينه والاعتزاز بهديه؟ كلا وحاشا. وهل وجدت هذه الأخلاق عند العمانيين؟ كلا وحاشا. محبة النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاق العمانيين متأصلة متجسدة كما أرادها الله تعالى. إني لأعلم أرضا، من أعلمه؟ أعلمه الله جلت قدرته. إني لأعلم أرضا يقال لها عمان، الحجة بحجتين من غيرها. وقوله صلى الله عليه وسلم: والله لو أهل عمان أتيت ما سبوك وما ضربوك. كانوا يفتخرون بها، وهي شعار إلى قيام الساعة، وهو مسلك حميد يجب أن نتربى عليه ونربي أجيالنا عليه وأن نضعه في مناهجنا، كي يعلم العالم من هم العمانيون وما مقدار محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم.